الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الإمارات للمشاركة في الشق الرئاسي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي. السفارات والبعثات الدبلوماسية تنهي استعداداتها لبدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة غداً. في اليوم السابع من الهدنة، حماس تبدأ تسليم المحتجزين لديها للصليب الأحمر، ومصر وقطر تكثفان جهودهما لتمديد الاتفاق يومين إضافيين. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمؤتمر الأطراف. أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية بشكل خاص. وأضاف المتحدث أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى دبي تضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 للمناخ إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف استطاعت مصر تحقيق إنجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ. أضاف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية بالإمارات أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققه مؤتمر COP27. تنفيذ لم يكن مجرد شعار، وإنما طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع، وهي دعوة استجبنا لها معا، وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العادل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف. ولذلك أبدينا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد. وأوضح سامح شكري أن النسخة الماضية من مؤتمر المناخ عقدت في ظروف صعبة للغاية، كان العالم يتعافى فيها من آثار جائحة كورونا وبداية الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك استطاعت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر التوصل لنتائج هامة للغاية. وأشار شكري إلى أن COP27 كان بمثابة انطلاق عهد جديد للعمل المناخي الدولي ومواجهة التغيرات المناخية. المؤتمر 27 انعقد في وقت صعب وفي سياق دولي كان تحدا كبير مع تعافي العالم بعد جائحة كوفيد، وهذا في ظلال النزاع في أوكرانيا. أما المؤتمر 28 يأتي بعد تقدما كبيرا أحرزناه في المؤتمر 27. هذا المؤتمر 27 توصل إلى نتائج انتظرناها طويلا. وبعد تسلمه رئاسة مؤتمر المناخ، أعرب سلطان الجابر عن تقديره لرئاسة مصر لCOP27، وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات COP27 في العمل المناخي الدولي. أعرب عن امتناني لصديقي العزيز سامح شكري. Your Excellency,
ما عليك، لقد قدت هذا المؤتمر برؤية وبغرض وبنزاهة. نحن ممتنون لك على خدمتك وعلى إنجازاتك وعلى التزامك بالتقدم في مجال تغير المناخ. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي هاني فرج، موفد التلفزيون المصري. هاني، ضعني في صورة التسليم والتسلم من رئاسة مصر لكوب 27 والإمارات كوب 28. نعم، بالفعل تم في ظهيرة الإمارات التسليم الفعلي من مصر رئاسة كوب 28. نعم، مصر كانت هي رئيسة النسخة السابقة في شرم الشيخ، وسلمت اليوم هذه النسخة الجديدة من الكوب في دبي. بالفعل أنظار العالم تتجه إلى الإمارات، ولكن في الأذهان ولكن في الاعتبارات مصر ومخرجات مؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ، لا سيما فيما يتعلق بمسألة صندوق الخسائر والتعويضات. هذا الصندوق بالفعل يعني أحدث نوع من أنواع التحول الشديد فيما يتعلق بكيفية العمل الحقيقي في مكافحة التغير المناخي عن طريق هذه التمويلات التي يجب أن تتولاها أو تضخها الدول المتقدمة والدول الصناعية أمام أو إزاء الدول الفقيرة. بالفعل كان هناك العديد من الوفود التي شاركت في هذا الحدث أو شهدت بالفعل هذا الحدث، وكان هناك فخر شديد جدا من جانب الأفارقة تحديدا، لأنهم يرون أن مصر هي صوت إفريقيا فيما يتعلق بالعمل المناخي الفعال. وكما تابعنا معكم أيضا خلال هذه النشرة، كان هناك إشادات وتقدير من جانب دولة الإمارات، من جانب رئيس الدورة الجديدة للكوب 28 الشيخ سلطان الجابر أو دكتور سلطان الجابر، إزاء دور مصر وإزاء الحلول التي قدمتها مصر والسبق والإنجازات التاريخية التي فعلتها مصر في مجال العمل المناخي ومكافحة سخونة الأرض. أيضا دعيني أقول لك أن المنطقة العربية شهدت للمرة الثانية على التوالي عقد قمتين أو عقد قمة مرة أخرى، الأولى كانت في مصر والثانية كانت اليوم تنطلق اليوم في دولة الإمارات. نعم، العربية الشقيقة. هذا يعني الكثير، يعني أن هناك ثقل حقيقي من جانب مصر ومن جانب الدول العربية الأخرى، ولكن أيضا يعني أن هذه المنطقة هي من أشد المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، سخونة الأرض على سبيل المثال الإمارات. نعم هاني، ماذا عن جدول أعمال القمة والشق الرئيسي فيها تحديدا؟ وهي في نفس الوقت دولة منتجة بتروليا، ولكن الإمارات كما قال سلطان الجابر دكتور سلطان الجابر رئيس هذه الدورة، الإمارات تسعى حاليا إلى إيجاد حلول بالتعاون مع الجميع، بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع الحكومي، بالتعاون مع العلماء، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، من أجل مكافحة العديد من الأمور. وهذه التصريحات ليست فقط اليوم، لكن شهدناها أيضا خلال الفترة التي سبقت الكوب. يعني حتى الآن نرى أن هناك مفاوضات مغلقة ومطولة في أروقة هذا المؤتمر من جانب العديد من الوفود التي قدمت إلى مصر. على سبيل المثال بنجد أن هذه الوفود تضم وفود متخصصة أو أعضاء متخصصة في مجال مكافحة التغير المناخي، أخرى في مجال التمويل، أخرى في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقات الخضراء والمشاريع الخضراء. ودعيني أقول لك أيضا أننا الآن إذا أيضا فرصة كبيرة فيما يتعلق بمصر وعرض فرص استثمارية كبيرة جدا في مجال الطاقة الخضراء. هاني، مصر لها بالفعل رصيد كبير سواء عربيا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي. نعم هاني، هل لديك أي معلومات عن جدول أعمال القمة والشق الرئاسي الذي سيشارك فيه بالطبع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
وفد التلفزيون المصري إلى دبي متابعا فعاليات كوب 28. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية. أشار المستشار بن داري إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية وهي مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقر البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. تتوجه الأنظار غدا إلى جموع المصريين المقيمين بالخارج حيث موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتبدأ في 10 من مساء اليوم عملية التصويت في دولة نيوزيلندا لتكون أول دولة تبدأ عملية التصويت بها للمصريين بالخارج، وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. عملية التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج تستمر على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد. هذا وقد أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في 9 صباحا بتوقيت كل دولة، واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت. كما أعلنت معظم السفارات عن مقر اللجان الانتخابية الفرعية التي تتواجد في مقر السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية الإدلاء بواجبهم الوطني للمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخابات. حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب. أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تنطلق غدا لمدة 3 أيام، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. وأفادت وزيرة الهجرة أن الانتخابات على مدار هذه الأيام تنطلق في 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقر السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي دليلاً استرشادياً عن الانتخابات الرئاسية. تضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع والأدوات الواجب توفرها في اللجان الانتخابية. أهلا بكم من جديد، ونتابع مع حضراتكم أخبار السادسة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد، حيث أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أكد الانتهاء من كافة الاستعدادات. وأشار المستشار بنداري أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقر البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. وينضم إلينا من الشارقة الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالإمارات. أهلا بك، يعني حدثنا أكثر عن يعني الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد. أهلا بحضرتك يا فندم. أولا إحنا في دولة الإمارات الاستعدادات من خلال تشكيل فريق العمل تحت الحملة الانتخابية، فريق العمل في سواء في إمارة أبو ظبي أو العين ده بيتبع اللجنة الانتخابية الأولى في السفارة المصرية في أبو ظبي. نعم. فريق باقي فريق العمل في اللجنة الانتخابية الثانية وهي في القنصلية المصرية بدبي، وبتضم دبي والشرق وعجمان وخرفكان وأم الكوين ورأس الخيمة والفجيرة. نعم. تم تشكيل فريق العمل من فترة كبيرة يعني، والتدريب على الاستعدادات، الحشد، نقاط تمركز المصريين اللي هم في المناطق ذات الكثافة، تحديد مختصين من داخل فريق العمل لحصر المناطق ديت والإشراف عليها والإشراف على تسهيل المهمة للناخبين ان هم يجوا يدلوا بصوتهم في اللجنة الانتخابية في دبي، ايضا توفير وسائل النقل المجانية اللي هي الباصات للمناطق اللي فيها كثافة وبتبعد عن اللجنة الانتخابية في دبي، ايضا الحشد كله بيحس المصريين على المشاركة. تم التواصل من وقت مبكر مع الشركات اللي فيها كثافة عمالية مصرية على انهم يعني يسهلوا لهم ان هم يحضروا للادلاء بصوتهم. واحنا بنمتاز بخصوصية في دولة الامارات على اعتبار ان 1 و2 و3 ديسمبر اللي هم الوقت المخصص للانتخابات هم بيصادفوا العيد الوطني لدولة الامارات. نعم. فده بيمثل اجازه رسميه سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. ده هيعطي لنا في دوله الامارات خصوصيه اكثر من الدول الاخرى ان يبقى فيه مشاركه اوسع وفيه كثافه وفيه اقبال على اللجان ان شاء الله.
إذن سيكون هناك يعني الأمور ميسرة في البلاد. يعني طرحت حضرتك أن هناك ستكون إجازة بالفعل في الدولة. إذن سيكون هناك إقبال بما لا شك فيه على الانتخابات. يعني دعنا نتحدث أيضا عن مراقبة سير عمل اللجان وأيضا إرشاد الناخبين. حضرتك من خلال فريق العمل بيكون فيه ناس موجودين من فريق العمل داخل اللجان الانتخابية، بتكون مهمتهم لو في معوقات أو حاجة يزيلوها أو ييسروها. ترتيب الناخبين في خارج اللجنة ده بتبقى حضرتك مهمة الأمن، وبالتعاون برضو مع فريق العمل المشكل. نعم دكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالإمارات، جزيل الشكر لك. نظمت أحزاب الاتحاد والإصلاح والنهضة وحزب مصر القومي مؤتمرا جماهيريا بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بمدن وقرى سوهاج معربين عن دعمهم التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات. النهارده احنا التيار الاصلاح الحر في سوهاج بيكمل مسيره دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنكمل دعم الدوله المصريه، وبندعو المصريين للمشاركه في الانتخابات القادمه عشان نبين للعالم كله ان الدوله المصريه دوله مدنيه حديثه، نبين للعالم ان الشعب المصري هو اللي بيختار رئيسه، هو اللي بيحدد مستقبل الدوله المصريه، هو اللي بيحافظ على الوطن. وعلشان كده احنا النهارده جايين نكمل المؤتمر الثالث لينا من سلسله المؤتمرات اللي التيار الاصلاح الحر بيعملها تدعيما للسيد الرئيس، استكمالا للمسيره واستكمالا لحكايه وطن. جايين نقول للرئيس كل التأييد، استكمالا لمنظومه الرخاء والاستقرار والامان. تحيا مصر. المؤتمر الجماهيري الحاشد رقم 3 لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه القادمه 2024. كلنا هنا من محافظه سوهاج كلنا جايين عايزين نعبر عن شكرنا ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. انتخابات يعني مشاركه، ومشاركه يعني وعي، فوعينا ده لازم يوصل للعالم كله. النهارده احنا بنقول ان هذه البلد اصبح لها، بناء عن كلمه الراحل الزعيم السادات، ان اصبح لهذه البلد درعا وسيف، لكن درعا وسيف محتاج صوت يختار مش رئيس، لا يختار زعيم. لان احنا شفنا في السنوات الماضيه لما احد رؤساء الاخوان لما تقلد رئاسه الحكم كان هيودينا في مشاكل طبعا كلنا عارفينها، لكن احنا النهارده بنختار زعيم للوطن العربي ككل. احنا جايين النهارده عشان ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستمرار للحفاظ على الدوله المصريه واستكمال الحلم المصري في حكايه وطن اللي احنا شايفينه النهارده في خلال لقائنا مع المحافظ. ايه حجم اللي تم في الصعيد وايه اللي لسه محتاجين يتعمل؟ شايفين حلم كبير في الدوله المصريه. احنا جايين النهارده بنقول للسيد الرئيس احنا محتاجين الدوله المصريه مستقره، وان الدوله المصريه تكمل حكايه الوطن، وان حياه كريمه تصل لكل بيت من البيوت موجوده في الصعيد. أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مؤتمره الجماهيري الثاني الحاشد باستاد القفط الرياضي دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر الجماهيري أكثر من 10,000 مواطن، كما حضره عدد كبير من القيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بنرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا المؤتمر الحاشد اللي بتحضره جميع قرى محافظة قنا، أصرت على أنها تكون ممثلة وأنها تشارك في هذا المؤتمر لكي نرسل برسالة أن أهالي الصعيد تحديدا ومحافظة قنا على وجه الخصوص الشباب بترد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنا بندعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له كمل يا رئيس، وإحنا معاك، كمل معاك مرحلة تانية وثالثة ورابعة، معاك ليوم الدين، وامشي يا ريس، واحنا معاك ضد التهجير والسياسة، ودعما لإخواتنا في غزة، وبندعمهم وبنحبك وبنقول لك كمل يا ريس. أخبار السادسة متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار. مجلس الوزراء يستعرض في اجتماعه الأسبوعي انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية والخطة الاستراتيجية للتعليم 2024-2029.
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد. وأوضح أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة، وبنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة، موضحا أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم. أكد رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، معلنا أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى الجهد لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة. هذا وسلمت حركة حماس محتجزتين إسرائيليتين لديها في ميدان فلسطين بوسط مدينة غزة ضمن الدفعة السابعة من اتفاق الهدنة الممتد. ومن المقرر أن تسلم حركة حماس خلال الساعات المقبلة 8 محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة للتبادل، كما سيتم اليوم الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا من سجن عوقر، من بينهم 8 فتيات من الداخل و 20 طفلا حتى سن 19 عاما من سكان الضفة الغربية والقدس، حيث من المرتقب أن تقوم سلطات الاحتلال بتسليمهم إلى الصليب الأحمر لمرافقتهم إلى الجانب الفلسطيني. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين والرعايا الأجانب، حيث دخل اليوم حتى الآن نحو 100 شاحنة مساعدات فضلا عن 7 شاحنات وقود دخلت إلى القطاع، بينما خرج 6 مصابين من القطاع إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. ويشهد المعبر يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه بحسب اتفاق الهدنة. في هذه الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث استقبل المطار خلال الساعة الماضية 8 طائرات محملة بنحو 202 طن من المساعدات المتنوعة لقطاع غزة، من بينها طائرات من قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا وسنغافورة وإيطاليا. واستقبل مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي نحو 234 طائرة على متنها 6000 طن من المساعدات المتنوعة. وينضم إلينا من العريش حمادة العربي موفد التلفزيون المصري. حمادة، ماذا عن الصورة لديك في العريش والمساعدات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين؟
بعد التحية يمكن ما زلنا نرصد الأوضاع سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح. هناك عدد كبير من المشاهد التي حدثت اليوم، البداية بدخول العشرات من الشاحنات منذ الصباح الباكر، لكن يمكن المعدل اليوم غير المعدلات في الأيام السابقة للهدنة. يمكن منذ بداية الهدنة وهناك دفع للمئات من الشاحنات تدخل عبر معبر رفح، كنا نتحدث في البداية عن 200 شاحنة يوميا، ثم بعد ذلك السلطات المصرية دفعت بما يقرب من 250 شاحنة. اليوم نتحدث عن تكدس للشاحنات على الجانب الفلسطيني، إضافة أيضا إلى بعض الإجراءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي على معبر العوجة. يمكن هذه الإجراءات قللت من عملية دخول الشاحنات والسيولة التي كانت معهودة خلال الفترة الماضية من دخول للمساعدات، لذلك اليوم حتى هذه اللحظات ما يقرب من 100 أو يزيد من الشاحنات التي دخلت إلى المعبر، وهناك مواصلة للعمل على مدار الساعة. أيضا هناك 6 حالات خرجت من المعبر اليوم، هذه الإصابات تم توجيه بعضها إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد، إضافة أيضا إلى حالة تم نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة الإسماعيلية القريبة من هنا لتلقي العلاج والرعاية الكاملة، وهي حالة خطرة. أيضا يضاف إلى ذلك استقبال لعدد من الطائرات في مطار العريش وحمولات للمساعدات تجاوزت 200 طن سواء من الأدوية أو المستلزمات الغذائية والطبية أيضا والمعيشية. يمكن ما زلنا نرصد الأوضاع هنا، والتي يمكن حدث فيها العديد من الزيارات الميدانية وكذلك الإقليمية والدولية. اليوم كان لدينا زيارة من رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، يمكن أكد خلال زيارته إلى المعبر توافقه مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر بمنع تهجير الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والوصول لوقف إطلاق النار بشكل جدي، وأيضا عمل ملف من البرلمان العربي يمثل الشعوب والبرلمانات العربية للتوجه به إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفقا لحديثه عن مجمل الانتهاكات التي قاموا بها خلال الأحداث على مدار 50 يوما قبل إطلاق هذه الهدنة. أيضا هناك زيارة للبرلمان العربي كانت لمستشفى العريش العام، وكان الحديث مع المصابين مؤلما للغاية، حيث الإصابات كانت كبيرة جدا ومنها إصابات بالحروق وإصابات بكسور متفرقة وبتر أيضا بأطراف من الجسد. كل هذه الزيارات يعني هي دافع للاستمرار في مسألة الدفاع عن الحق الفلسطيني في تواجد شعبه على أرضه ومنع الانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال على مدار الفترات الماضية، إضافة نعم. أيضا وهي المواقف المعهودة المساندة للأشقاء الفلسطينيين. المواقف المصرية، أشكرك جزيل الشكر حمد العربي موفد، التلفزيون المصرية. ثمن وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين. جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمحافظة شمال سيناء ومعبر رفح لاستعراض الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية. كما وجه العسومي الشكر لمحافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين. من جانبه أوضح المحافظ خلال اللقاء أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 محاور، وهي الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي. أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عن شكره لمصر على جهودها في حل الأزمة في قطاع غزة، وطلب العسومي بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. أمانة نشكر كل الجهود العربية والدولية التي ساهمت تساهم في مساعدة الأخوة في غزة، على رأس المساعدات الإنسانية، ونشكر بالأخص جمهورية مصر العربية على ما تقوم من دور كبير، وطبعا الشكر الخاص لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي من اليوم الأول وهو يبذل مساعي كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني. الجهود المصرية أمانة واضحة في هذا الجانب، ونشكر الدول العربية التي ساهمت في حدوث الهدنة، جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وطبعا ما رأينا الآن من
من مساعدات كبيرة، يبين تعاطف المجتمع الدولي بشكل عام وتأييد ودعمه للإخوة لغزة ورفضه ودانته العدوان الذي أمانة هو عدوان على الإنسانية، عدوان على القانون الدولي. يجب على كل القوى الدولية وكل المنظمات وكل الدول أن تدفع في جانب واحد فقط، وهو وقف هذا العدوان بشكل نهائي. سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس. وخلال لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأمريكية في رام الله، شدد عباس على ضرورة إلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لممارستها وانتهاكاتها بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، كما جدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مطالبا بضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للفلسطينيين في الضفة الغربية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من شلل بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وأضاف أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته، لكن هذه المستشفيات مكتظة بالكامل. ولفت إلى أنه في شمال غزة لا تزال 3 مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار بالقدس المحتلة. أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن مهاجمين فلسطينيين أطلقا النار على محطة للحافلات عند مدخل مدينة القدس، مضيفا أنه تم تحديد المهاجمين بعد الحادث من قبل قوات الأمن ومدني وكان بالقرب من الموقع. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة وموقف إرسال المساعدات المختلفة وكذا الوقود إلى القطاع. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اطلع رئيس الوزراء على موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48,108 موظف حتى الآن. كما تابع مدبولي موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي زهرة العاصمة لإسكان الموظفين بمدينة بدر. وكلف رئيس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائياً والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطط أعمالها. كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس والذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024، مشيرا إلى أهمية التقرير الذي يستعرضه هذا الاجتماع في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس. وأضاف مدبولي أن مصر ستعمل على تقوية العلاقات
مع هذا التجمع المهم وفق أجندة أهدافه التي تتضمن أولويات تتعلق بتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ودعم موازنتها لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركتي سينوبيسيس وإش اس اي فيجن للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر. يأتي ذلك تماشيا مع المبادرة الوطنية مصر تصنع الإلكترونيات، حيث تنص مذكرة التفاهم على خلق 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المتخصصة خلال السنوات الثلاث القادمة. والآن مع جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا هبة، شكرا شروق. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. سجلت قناة السويس خلال شهر نوفمبر الحالي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة. فقد سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4.3%، وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 8.2%. وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطابا للنوايا مع شركة بيفار جروب الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة. ويستهدف المجمع الصناعي إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد للاستفادة من موارد مصر الغنية منطقتي الشمس ورياح، والمساهمة بدور فعال في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل، حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج لخبراتها الكبرى في هذا المجال. استقبل وزير البترول طارق الملا سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات. وأكد الملا أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية في العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. ومن جانبها أشارت السفيرة السلوفاكية إلى أن بلادها تعتمد في المقام الأول على الطاقات المتجددة وتسعى لتنويع موارد الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الخاصة بها.
استقبل وزير البترول المهندس طارق الملا رئيس شركة ترانس جلوب الكندية لمتابعة واستعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية. وتابع الوزير خطط الشركة الكندية لحفر 4 آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات إنتاجه البالغة حالياً 11500 برميل مكافأة يومياً. وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات وسط مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل انخفاضات الإنتاج المتوقعة من تحالف أوبك بلس، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.2% لتصل إلى $83.95 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.16% مسجلا $78.76 للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى $2.84 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.11% لتسجل $2.84 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 2.4%، يسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وأوضح المكتب أن هذا يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة الذي أدى بدوره إلى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي عانت منها الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي تسببت في فوضى في أسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم. ولفت المكتب إلى أن الرقم الجديد يقترب من معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، مشيرا إلى أن معدل التضخم سجل في أكتوبر الماضي 2.9%. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى شروق وهبة إليكم. شكرا لك سارة نجيب. انطلقت فعالية تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة بمحافظة بورسعيد في نسختها الثانية التي تستمر حتى 5 ديسمبر القادم. وتعد الفعالية هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتعتبر دعوة مجانية لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة والمصورين الهواة والمحترفين للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل ومنطقة ملاحظات بور فؤاد وبحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة والنادرة، ورصد ما يزيد عن 5000 طائر بالبحيرة. زي ما حضراتكم شايفين النهارده التفاعل الجميل من المجتمع، احنا يعني حرفيا بنغير في شكل المجتمع في بورسعيد، بننقله من سياحه اليوم الواحد لسياحه مراقبه الطيور، وده نمط سياحي جديد بتستهدفه هي تنشيط السياحه وبنشتغل عليه للسنه الثانيه، والحمد لله من سنه لسنه التفاعل بيزيد. فالمره دي المهرجان لمده 7 ايام ان شاء الله بنستهدف زيارات اكتر وعدد اكتر للزائرين لمحافظه بورسعيد. احنا بنتكلم محافظه بورسعيد دي من المحافظات الهامه جدا للطيور. محافظه بورسعيد تقع على خط هجره رئيسي، هو الخط الثالث للهجره. مصر بيجي لها 2 مليون طائر سنويا، احنا بنتكلم في 4 خطوط هجره رئيسيه. محافظه بورسعيد بتقع على الخط الثالث، احنا بنتكلم على 500,000 طائر بيعدوا فوق محافظه بورسعيد، بيقعدوا في شرق بورسعيد في منطقه الملاحه، وبيقعدوا في غرب بورسعيد في بحيره المنزله ومحميه أشتوم الجميل. احنا بنتكلم على كنز بيقعد معانا من 8 ل9 شهور احنا لسه ما استغليناهوش. ومصر فيها 34 موقع كنوز في مصر،
احنا لسه عايزين نستغلهم. محافظة بورسعيد زي ما هي دايما هي النموذج الناجح لأي تجربة الدولة المصرية بتطبقها، هتبقى برضو سياحة مشاهد الطيور محافظة بورسعيد هي السباقة فيها، وهتتنقل لباقي محافظات مصر بإذن الله. طبعا احنا شايفين ان سياحة الطيور بشكل كبير والمحافظة على السلوكيات وهواة التصوير ليها رواج كبير جدا وعامل كبير جدا في جذب سياحة جديدة اسمها سياحة، هي موجودة في العالم، سياحة مشاهدة الطيور. طبعا زي ما حضرتك شايف في اعداد كبيرة جدا من الزوار لمدينة بورسعيد، في رحلات كتيرة بتيجي في للمجال ده، بيتواصل معنا ناس كتير من جروبات تصوير، احنا عايزين نيجي علشان خاطر نصور ملاحات بورفؤاد، نصور في محمية أشتوم الجميل. فطبعا ده حاجة كويسة جدا ان احنا في ظل الوضع اللي بيبقى فيه أوقات ركود، بنلاقي ان التنشيط ده بيساهم بجزء كبير في الدخل العام للبلد سواء بورسعيد أو لمصر بشكل عام. احنا موجودين النهاردة في مهرجان بيرد سعيد اللي معمول مخصوص علشان مراقبة الطيور وتصوير الطيور، ودي نوع جديد من انواع السياحة اللي موجود هنا في بورسعيد، بينضم للسياحات الجديدة الكتيرة الموجودة هنا في بورسعيد، وده اضافة جديدة لبورسعيد وحيجذب انواع مختلفة من السائحين لمدينة بورسعيد. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الإمارات للمشاركة في الشق الرئاسي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في دبي. السفارات والبعثات الدبلوماسية تنهي استعداداتها لبدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة غدا. في اليوم السابع من الهدنة، حماس تبدأ تسليم المحتجزين لديها للصليب الأحمر، ومصر وقطر تكثفان جهودهما لتمديد الاتفاق يومين إضافيين. انتهت نشرة السادسة، دمتم في رعاية الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.